شيخ تهيم، انت كمان الحقيقة يعني ألحانك وشغلك ليه مذاق وليه طابع وليه جمال وجماليات، وأنا عارف كمان حضرتك يعني حصل شغل بينك وبين كبار الملحنين الله يرحمه الأستاذ عمار الشريعي، أستاذ حسن أبو السعود وغيرهم من كبار الملحنين. تعاملت مع مين ومين اللي حسيت أنه هو كان يتوافق مع فكرك ومشاعرك وأحاسيسك؟ وطبعا كل الأول طبعا المشايخ القدامى كان لهم فضل عليا في تربية أذني الموسيقية. الأستاذ عمار الشريعي رحمة الله عليه يعني يعتبر لي فضل عليا إنه وجهني واختصر لي مسافات كبيرة وكثيرة في تربية أذني الموسيقية، يعني اداني من خلاصة فن السمع، وجهني أسمع إيه قبل إيه، ترتيب السمع نفسه يعني مراحل ترتيب السمع، إن أسمع مين الأول قبل مين، ده في حد ذاته يعني مهارة كبيرة جدا استفدت منها. ولا أنسى برضو أحد أساتذتي اللي لهم فضل عليا، الأستاذ محمد فرغلي رحمة الله عليه، ده كان مدير فرقة قصر ثقافة أسيوط، من أوائل الناس اللي برضو وجهوني للغربي، يعني على إيده هو الراجل كنا بنسمع البيجيز والبيتلز وفرانك سناترا والمدارس الغربية وفن الهارموني دي برضو، والخطوط في المدارس الغربية والألوان الموسيقية دي برضو كانت فترة مهمة جدا في تربية أذني الموسيقية وتربية وجداني. وطبعا أنا بعتبر المعلم الأول والمدرسة الأولى اللي يعتبر أنا أخذت منها الكثير من الأداء من فن التجويد من القرآن الكريم. القرآن الكريم يعتبر المعلم الأول لأي حد ربنا كرمه في الثقافة الموسيقية. فالأستاذ حسن أبو سعود طبعا كان لي فضل برضو كبير عليا، لم نتقابل أنا وهو غير يعني بضع مرات. الأستاذ حسن أبو سعود يعتبر المدرسة الشعبية الراقية، يعني حسن أبو سعود عمل طفرة مع عدوية وعمل طفرة في ما بين، عمل توازن ما بين الشارع والمسرح. يعتبر كان الراجل ده سبحان الله، وكان حتى كعازف أكورديون كان متميز بارع. وكان ليس بارع فقط، كان هو ليه تكنيك معين كده لما بنسمعه، ده الأستاذ حسن أبو سعود. اللي أنا للأمانة ربنا يطول في عمره ويديله الصحة اتعلمت منه بعيد عن الموسيقى فقط، لا ده أنا اتعلمت منه في صياغة الألحان. والراجل ده عنده كتير وخد زمن كبير جدا جدا جدا، أجهد كل اللي كانوا موجودين في العصر ده، وما زال حتى هذا التوقيت متجدد، وحتى هذا التوقيت عنده عطاء، وحتى هذا التوقيت بكر. الفنان صلاح الشرنوبي، الفنان صلاح الشرنوبي ده يعني سبحان الله، أنا خدت معاه فترة في استوديو شرنوبيات لما بدأ جديد، كنت بروح له يعني ايه كمية الالحان اللي عنده والجمل اللي عنده. صلاح الشرنوبي احنا خدنا فترة نفتح الـ القنوات الموسيقية، يعني روتانا ومزيكا وكل ودريم، كل القنوات الموسيقية، كل المطربين الوطن العربي كل بلا استثناء الحان صلاح الشرنوبي، الحان صلاح الشرنوبي. فللأمانة ليه شرف ان انا اخدت معاه فترة كبيرة جدا، وبستغل من خلال البرنامج أسلم عليه وأقول له ربنا يديله الصحة كل سنة هو طيب، هو محمد وحبايبه كل استوديو شرنوبيات. ف يعني الحمد لله،
يعني أنا بصراحة محظوظ أني ثقافة موسيقية متنوعة طبعاً. الروافد الحقيقة وباين أن المخرج النهائي مخرج عظيم يعني. لا بحاول لا عظيم. بحاول. لكن أشعر أنك أنت بتهوى أو تعشق تلحين القصائد الموزونة. هو للأمانة يعني دي هبة من عند الله. نعم. وأول من يعني أول من نبأني بها وجل عليها وأنا للأمانة ما خدتش بالي الفنان عمار الشريعي. عمار الشريعي يعني قال لي يا محمود أنت بتلحن القصيدة كأنك ماسك لبانة بتشكل فيها زي ما أنت عاوز. بطبيعة الحال القصيدة واللغة العربية الفصحى من أصعب ما يمكن صحيح. في التلحين، وخاصة القصيدة الموزونة وقصائد التراثية ما ينفعش تلعب فيها. يعني في الفترة الأخيرة دي المؤلف لما بيجتمع مع الملحن ممكن نقدم في كلمة، نؤخر في كلمة، نغير في كلمة علشان خاطر اللحن يبقى موزون، ولكن اللغة العربية الفصحى التراثية ده خلاص يعني صاحبها أصلا انتقل لرحمة الله وسب لنا الشعر موزون ومقفاة وخلاص بهذا المعنى والمضمون، ما ينفعش تلعب فيه، ما ينفعش تغير فيه. لكنك عدلت أظن في لحن أنشودة قمر. لا للأمانة القمر دي كانت لها يعني حكاية كده، هي أصلا قصيدة تراثية ولكن ليس اللحن المتعارف عليه حاليا. هي كانت لها لحن تاني كان بيقال عندنا في الصعيد في التسعينات وليه أداء معين، ولما طلب مني أن أنا أقول قمر اللحن اللي كان بيتداول في هذه الفترة في الصعيد كان ما ينفعش يعني ما ينفعش يبقى منتج في الحضرة الصوفية اللي احنا بنقول عليها، فأنا عملت له إعادة ترتيب وإعادة صياغة وعملته بالصياغة اللي احنا حاليا بنسمعها بيها. نسمعها طبعا. يلا تفضل. الصلاة
المتقين ورحمة من الله للعالمين صلى الله عليك والحمد لله رب العالمين قمر 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 سيدنا النبي قمر سيدنا النبي وجميل قمر 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 سيدنا النبي قمر الله الله وجميل 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 سيدنا صلوا على من جاءنا بالحق أظهر ديننا وأزال داجية الخنا وبه الوجود زينا على المدى وشفيعنا جمعا غدا باب الرضا بحر الهدى قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل وجميل سعدنا بنبينا طاب الجنى يا ربنا اسعد نبيك يوم الحساب بجمعنا قمر 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 سيدنا قمر سامعا لشاكيتي في الصالحات اختم لنا في الصالحات احسن لنا قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل
الجميل وجميل سيدنا النبي وجميل. عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الله يفتح عليك والله يا شيخ تهيم. إيه الجمال ده؟ بحس كده إنك أنت بتبقى في حالة ذوبان هايم. وأتصور ده مش بشوفه بس في الحلقة، لا عامة لما بتكون بتنشد، وأنا من المتابعين والمحبين يعني ليك، بلاقيك دايما كده. أنت بتبقى شاعر بإيه؟ يا دكتور عمرو، الفقير إلى الله يعتبر الإنشاد بالنسبة لي وهذا الوقت الذي بكون فيه في معية ربنا وحضرة النبي وفي الله. معية الإنشاد وفي معية الكلمة ومعناها، أنا بعتبر هذا هو العالم الواقعي والحقيقي الذي أعيشه. بمجرد ما بنتهي من الإنشاد بكون في العالم الافتراضي، يعني أنا توحدت مع المعنى ومع الكلمة حتى وصلت لهذا الاحتواء ولهذا ولهذه المعايشة في الإنشاد، إن أصبح هذا هو عالمي الحقيقي. فحضرتك لما بتشوفني وأنا بنشد، فحضرتك بتشوفني أنا في عالمي الحقيقي، في عالمي الذي أحسه، وفي عالمي الذي يعني أنا بعيشه. تختلف فيه بنفسك، بعد كده بكون مع الناس، نرجع بقى برجع للدنيا للواقع. وبرجع للعيال والدنيا. ده يعني بعتبر هذا عالم افتراضي. صحيح، صدقت. بتعايش فيه إلى أن يردني ربنا تاني لهذا المعاني وهذا العالم. آمين. عارف كمان أنك أنت يعني بتأبى وترفض أن تتقضى أجرا عندما تحيي الموالد، تعملها لوجه الله. نعم والله يا دكتور، للأمانة يعني كنت أتمنى أن يظل هذا الأمر يعني له بعض الخصوصية معا. نعم. ولكن للأسف يعني حينما اكتشفت أن هناك من يتاجر بالموالد وبينا وبموالد آل البيت، فاضطريت أن أنا أعلن هذا الأمر. وبرضو يعني أكررها، موالد آل البيت من أول التصريح الأمني اللي احنا ربنا يجاز عننا، وزارة الداخلية مشكورا هي اللي بتدينا التصريح الأمني، وبيطلع التصريح الأمني باسم الفقير إلى الله، وإقامة المولد يعني بكل ترتيباته بكل مشتملاته من سرادق ومسرح وساوند سيستم واستعدادات وتصوير واستضافة المحبين والفرقة، وكل ده يعتبر يعني على نفحة آل البيت منهم وإليهم. يعني أنا مش بقول كده، لا بالعكس، ده هم اللي بيتفضلوا علينا، والحمد لله كله منهم يعني وكله إليهم. فيعني ده كله من فضل ربنا وسيدنا نبو آل البيت. ربنا يتقبل منك. عايز أتكلم معك بشقة العالمية، يعني أنت عملت، يمكن حصلت على جوائز عديدة، أظن جلوبال ميوزيك وأورد، وتم ترشيحك للجرامي عام 2018. عملت أظن مع المطربة الأمريكية إليزا، إليز، نعم، ثلاث ألبومات أظن. كلمني عن الشغل اللي بتفكر فيه وقال بتحلم بالعالمية. هو طبعا أنا ليس حلمي بالعالمية بقدر ما هو أن يكون الإنشاد الديني أو الإنشاد في المصطلح الشمولي يصنف كفن إنساني. والحمد لله يعني بهذه المشاركات اللي ربنا وفقنا فيها مع الفنانة إليز، وبرضو كان في مشروع مهم جدا مع الفنان العالمي فتح سلامة، وهو الصوفية في مقابل الحداثة. كل المشاريع دي ربنا وفقنا فيها، ووصلنا إن حاليا الإنشاد يعتبر تصنيفه فن إنساني، وشاركنا في مؤتمرات عالمية ومهرجانات عالمية، وبعتنا لهم شغلنا ورحبوا بيه جدا،
وفي يعني ان شاء الله خطوات مهمه الفتره اللي جايه. الحمد لله في برضو حاليا في مشروع مهم جدا برعايه مؤسسه مجموعه ابو ظبي للثقافه والفنون بالامارات العربيه. برضو يعني احب اثني على المؤسسه وسعاده معالي الدكتوره هدى خانو لتبنيها معي هذا المشروع. ان شاء الله احنا رايحين في حتت يعني مش هينفع افصح عنها دلوقتي، بس اوعدك بمجرد ما ربنا يوفقنا فيها ان شاء الله واحد من الناس هو هيكون له البادره نسعد. وهيكون له ان شاء الله الاولويه في هذا السبب. هل فكرت في الاغاني انك تغني؟ والله الاغاني بالنسبه لي يعني احنا على فكره يعني احنا بنغني على روحنا يعني ما بعدناش، ولكن الاغاني بالنسبه لي ممكن نكون بنتدرب عليها يعني مع الفرقه مع عيالي مع اصحابي مع الفنانين مع الملحنين كل اصحاب الفنانين الكبار والملحنين الكبار. يعني ليه شرف انا عملت حاجه مع رحيم ومع مي فاروق ومع وفي مشاريع كبيره ان شاء الله يعني مع روتانا الفتره القادمه. بعتبرها برضو نوع من انواع الفن، فبرضو ما عنديش مشكله، ولكن الاغاني برضو يعني لم تصل بي الى المعنى والشجن والسمو الروحي اللي تشعر به في الانشاء. لاني الاغاني هي فن طربي دنيوي في الأرض، ولكن الإنشاد فن سماوي، فن وشجن في السماء. فطبعا يعني الموضوع أكبر من كده بكتير. فتخيل أن روحك بتسبح في السماء، فلما بتنزل الأرض بتلاقي نفسك مقضيها مع الناس. هنسمع حاجة؟ طبعا شطر. نسمع حاجات مش شطر. حاجة اللهم صل على سيدنا. نقول أبا الزهراء. أبا الزهراء حين تحضرني وفاتي. أبا الزهراء أبا الزهراء حبك ملأ كلي ودربك يا حين أصلي مرضاة لربي أصلي عليك فرضا في صلاتي. أبا الزهراء حبيبي
فسادها من مترفي أضاع الكون حين رأك نورا فملئ القلب إيمانا منيرا وأضحى الخير في الدنيا وفيرا وعم النور كل المخلوق كتابي فإن أخطأت تشفع لي